سلام عليكم، مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، يا احلى واجمل واروع فراشات في قناتي. وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله على فيديو هذه تلقاكم كامل في احسن الاحوال يا رب. قبل ما نبداو فيديو تاع نهار اليوم، نحب نرحب بكم ونرحبوا بجدد اللي انضموا معنا القناه. نقولكم نورتونا وشرفتونا ومرحبا بكم في قناتكم المتواضعه. فيديو تاع نهار اليوم بزاف بزاف مهم. نتوما طلبتوا مني وصفه طبيعيه لعلاج الصدفية ولعلاج الإكزيما وبعض الأمراض الجلدية. إذا حبيباتي المرهم راح نحطه لكم في آخر الفيديو، لكن هنايا راح نحكي شوية على الأمراض الجلدية، من واش تجي وعلاه تجي، خاصة يعني تشوه الجسم كامل، كالي يجيه في شعره، كالي يجيه في الجسم تاعو. وهنا البنات كما يقولوا الناس بكري، سقسي المجرب وما تسقسيش الطبيب. إذا حبيباتي قبل ما نبدأ يعني نحكوا على هذه الأمراض المزمنة، نتمنى تشجعوني وتحفزوني بأروع وأجمل جام على الفيديو، وخلوا لي تعليقات تاعكم، يعني اللي يحبوني خلوا لي بزاف بزاف تعليقات هكذايا باش يطلع الفيديو ويلحق بزاف الناس يشوفوه ويستفادوا منه. كما تعرفوا البنات نحب نحفزكم بشغال، نحب هكذا ندير لكم شويه نشاط، نحي لكم شويه تفنيين، نحب ننشطكم باش تنوضوا تخدموا هذاك الشغل. اليوم جات العين احنا العين راهي تطلع علينا كيما الهلال تاع رمضان، يعني بخمس ايام اربع ايام باش يطلق لنا هذيك العين حتى تنشف كامل العيون ينشفوا كامل عندنا. المهم خير من والو، رغم انه المكاين ما نعرف علاش راهم يديروا بالعاني، يعني خلاص هبلونا من الحليب من الزيت من السميد، زادوا عليها في الماء. ما عليناش، اليوم جات البنات يعني غسلت كما راكم تشوفوا، غسلت هذوك المواعن تلمو لي من البارح ما غسلتهمش، غسلت يا ماذا مواعن ما كانش الماء البنات ما كاس، وغسلت هذاك الفريجيدان مسكين كانت حالته حاله، تعرفوا بلي ذراري رايحين وجايين يدفقوا كامل ويوسخوا بيديهم. المهم اليوم غسلت وغسلت كل حاجه وعمرت الماء وغسلت الزرابة وسيقت ودرت، يا ودي سكتو برك، شكون يشدني شكون يشدني احكوا لي في التعليقات واش حوالكم البنات، واش راكم دايرين فيها، توحشتوني ولا لا؟ لا ها قولوا قولوا توحشتوني. انا والله غير توحشتكم خياتي العزاز، والله الا توحشتكم، على بالي بلي راني نغيب عليكم شويه، مي الله غالب عندي ظروف، من بعد ان شاء الله نفرحكم معايا ان شاء الله. علاش راني نغيب عليكم؟ ما كان راني نوجد لكم في واحد الصوالح شابين شابين مع الوقت البنات، عليها مانيش نطلع عليكم بزاف بزاف. كما كنتو تشوفوا البنات بعد ما غسلت هذاك الفريجيدان رغونتو شويه، انا ما نخليهش حتى يتوسخ كامل كامل، شويه البنات مره في السمانه ندير له داك التنظيف العميق، راكو تعرفوا ماشي كل وقت نروح ليه. اليوم قضى لي جاب لي خضره جديده، يا قلت خلي مالها، يا كي كاينه خضره جديده نروح نقيه ونمسحه، ودرت له في الاخير شويه تاع الخل لهنا، اكيد راهي سلسبيل بما انه راهي في العطله، قلت له نوضي نوضي تخدمي معايا شويه شغل، نوضي على خاطر نهار اللي تكون تقرا صراحه وليت يعني على بالي بلي تعيا وتقرا بعيد، يعني تمشي قريب فايت 20 دقيقه باش توصل، يعني تخرج، يعني انا راني في الدخله تاع عفرون وهي تسكن قلت لك تسكن لا لا جيت تسكن تقرا في الدخله تاع عفرون. يا ويلي يا ويلي اش دارت فيا العين اليوم المهم يا البنات كيما راكم تشوفوا فحفحت الدنيا، نظمت هذيك الخضره درتها في اكياس باش تشد لي باه ما تخسرليش بالخف. المهم خياتي العزاز كتبوا لي في التعليقات، كثروا لي التعليقات باش يروح لي السينيال على الفيديوهات والقناه، راني في واحد السينيال كبير كبير في القناه. ما عليناش البنات، البصل الاخضر انا شت البصل الاخضر وجاوني في راسي المحاجب وجاتني المشحمه، جاني كلش. شوفوا خياتي العزاز هاد اللوحات هادو سنوات كما نقولهم، هاد تاع التمر البنات انا ما نرميهمش، نخبيهم ونديهم عند هذاك اللي يخدم زجاج، نقول له يقطع لي هكا زجاجات، من بعد كان نسبغ هذيك الزجاجه ونسبغ هذوك اللوح، نرجعها السنيوه تهبل تهبل، يعني
كي تجيكم للدار ولا هذه تعتمر، هذه العلبه تعتمر تاع اللوح ما تقيسوهاش، ديروها سنيوه صغيره هكذا تقشوا بها روحتيكم ولا للدراري، ولا هكا ديروها ديكور للبارفان تاعكم. ولا المهم البنات كما راكو تشوفوا راني نعمر في الماء ونغسله، يعني بمساعده الاطفال دائما كي تكون العين تسيل باش العين تجري وحنا نجرو موراها باش نكمل بالخف، وبه ما تروحش تخليني في النص، لازم كامل نتعاونوا سلسابيل الاسلام حتى الزوج الكريم وانس كل نخدمهم اليوم، القط ونخدمه حنين واذا كانت هنا نخدمها. البنات على بالكم باللي رانا كما نقولوا في عصر القلقه، دوكا رانا خاصة هذا الزمان اللي رانا فيه كثر التقلاق، كثر الواحد كما يقولوا يقعد وحده ولا يتقلق وحده، ماشي حتى انسان وحده اخر يقلقوا، ولا الانسان وحده يعني حنايا ولنا وحدنا نتقلقوا، عباكم انا راني قاعده ونتقلق، القط تاعي يقعد نشوفه ياكل في روحه وهكا ويخبط في الباب، او قول وش بيك هكذا خياتي العزاز، عباكم بلي القلقه دير بعض الامراض، كان يدير له لا طونسيون، كان يدير له الغده الدرقيه، كان يدير له الكواتر، كان يطلع له السكر، وكاين والاغلبيه في هذا الوقت البنات كما نقولوا القلقه الداخليه دير الامراض الجلديه، ما بينهم الصدفيه راهي مرض مزمن بدون علاج، يعني عالميا ما عندوش علاج، يعني كي تروحوا عند كاش طبيب تاع طبيب جلد تاع الجلد كاين اللي يقول لك يا مدام ولا يا خويا ما لا تخسر دراهمك لانه صدفيه ما عندهاش علاج، هذه علميا ما عندهاش علاج البنات، يعني ما كاش يكذب عليكم، كاين بعض الادويه ولا هكا كاشيات اللي يمدوا لكم مرهم ولا هذوك تاع الحساسيه تاع بعض الامراض هما كاتبين فقط للصدفيه، وكاين اللي يستعمل هذوك الادويه يزيدوا يهيجوا هذيك الصدفيه تزيد تخرج اكثر واكثر، وكاين بزاف انواع تاع الصدفيه، يعني كل نوع، يعني كاين درجات، كاين اللي يجي في الشعر، كاين اللي يجي في الرجلين، كاين في اليدين، كاين اللي في المناطق الحساسه، كاين في كامل الجسم، يعني كاين اللي تحكم هذاك الانسان تعمره، وكاين اللي يحشم يولي كامل ما يخرجش من الدار ولا يلبس ديكولتي ولا، هذه كامل من القلقه. والصدفيه لازم اول حاجه الانسان يروح يدير تحاليل تاع الكبد باش يشوف اسكو من واش راهي جاياته، لانه كشغل خلل في المناعه البنات، بصح هي الاغلبيه تجي من القلقه، القلقه البنات، القلقه تاع الانسان داخليا، كاين اللي الناس كي يكون مقلقين ما يخرجوش هذاك الزعاف، يخلوه لداخل يقنطو، كاين يطلع لهم لا طونسيون، كاين السكر، كل واحد كيفه، وكاين اللي تطرطق فيهم الصدفيه. برك نفهمكم البنات هنا بعد ما كملت هذاك الشغل، يعني ما حبيتش نصور لكم كلش لانه نهار كامل ولا مع الغسيل وكامل الكوزينه والبلاكارات وكامل. المهم بعد ما كملنا درت لهنايا شويه زراوي فورناه وكليناه بالبن، راني حطيت لكم الفيديو البارح البنات في القناه الثانيه مطبخ الفراشه، هذا الزراوي يعني رفيس زراوي تاع ناس الشاويه البنات يجيب المسمن. المهم نخلي لكم الرابط تاع الزراوي في صندوق الوصف، هكذايا اللي حبت تجربوا راه بزاف بنين. هذا الفيديو البنات يعني صورته لكم البارح حتى اليوم باش نزلته لكم، ما عليناش على خاطر الكونيكسيون كامل. المهم البنات شوفوا الصدفيه لازم الانسان يعالجها بنفسه، لانه شوف كان تروحوا عند طبيب يكمل لكم كامل دراهم بلا ما تستفادوا والو، كاين اللي جابوا ادويه من الخارج على حساب واش يعيطوا لي الناس يحوسوا على المرهم تاعي من الخارج وما نفعهمش، يعني ما عندهاش علاج، يعني العلاج الوحيد انه تتبعوا وصفات طبيعيه وتعالجوها بنفسكم، يعني الصدفيه لازم ترجعوها صاحبتكم كما نقول دائما، صاحبوها نحيوا القلقه، وانتم باش تنحيوا القلقه باش تنحيوا الضغط على نفسكم شغلوا روحتيكم البنات، خاصه البنات ولا غير ذكوره، واذا جاتوا صدفيه عادي بالك يلقى اللي تقبل به، بصح كاين بنات صغار مساكن هكذايا 16-17 سنه، وكاين مساكن اللي راهي مخطوبه وكامل، كاين اللي راجلها ما يقبلش بيها، كاين اللي تحشم، وكاين بزاف يعني تضيع حياتها بسبب هاد الصدفيه، اذا لازم التعايش مع الصدفيه، يعني لازم تنحيو القلقه، لازم اللي مقلقه بزاف لازم تشغل نفسها، روحي ديري خياطه، ديري الرياضه، ديري الرسم، ديري الهوايه اللي تحبيها باش المخ تاعك يرتاح
وبه ما تضليش تتفكري فيها. لو كان تبقاو تخموا في هذيك الصدفية راح هي راح تزيد البنات، لازم تنساوها باش تنساكم. هكذا خياتي العزاز، انا وحده فيهم عانيت من الصدفيه، صدفيه صح خفيفه، وعالجت نفسي بنفسي يعني الحمد لله. يعني كان تشوفوني يعني ما عندي حتى نقطه ولا اثر تاع الصدفيه. وكاين بعض الاخوات من الرجال وايضا اخوه من بعض الاخوه اخوه من الرجال والاخوات من النساء داو المرهم الطبيعي اللي صنعته انا، كما نقولوا انا اللي اخترعته، ما كان حتى واحد مدهولي، انا اللي درته من كما نقولوا هكاك قاعده نجرب في الوصفات، عالجت به نفسي والحمد لله. كاين بزاف اللي داوه من عندي وعالجوا بهم نفسهم ولاو يزيدوا يحوسوا على هذا المرهم. اذا حبيباتي قررت نحط لكم المرهم رغم اني كنت حطيته شحال من مره في القناه ونصحتكم به. كاين اللي دارت القلب دارته وجرباته ونجح معاها ويعني تعالجت من الصدافيه، وكاين اللي يكره. دائما نقول لكم المداومه البنات، دوموا دوموا على الحاجه، وهذا المرهم ينفع للصدافية والإكزيما وبعض الأمراض الجلدية منهم الثعلبة ولا الخبشة ولا الجرب. المهم راه لعدة استعمالات، يا للشعر يا للجسم يا للمناطق الحساسة. هكذا خياتي العزاز، تبعوا معي الفيديو إن شاء الله راح نفهمكم في هذا المرهم تاع الصدافية. هنا البنات فقط الزراوي تاعي زوقت لكم هذا الصح، نشوفوا شحال الشباب بزاف يشاهي يديروه في المناسبات في الأعراس كمقبلة، يعني يحطوه بعد ما يحطوا الأكل باش الواحد يفتح الشهيه. كاين اللي يديروا حلو بالزبده والعسل كيما المسمن تاعنا ويقدموا بالمكسرات، وكاين اللي ياكلوا بالبن. انا نموت عليه بالبن البنات، بالبن بزاف 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 بنين، وكل واحد كيفاش يحب يقدمه. المهم الطريقه كامله مكموله راهي في القناه الثانيه مطبخ الفراشه. ونتمنى منكم خياتي العزاز انه دعموا هذا الفيديو بجام وديروا له بارطاج، ما تبخلوش على الناس. كاين بزاف اللي محتاجين يعالجوا من الأمراض الجلدية، يحتاجوا هذا المرهم. إذا حبيبتي اللي عندها فيسبوك انستغرام ولا أي موقع تبارطاجي، لأنه راح تستفادوا وراح تديوا انتم تاني دعوة الخير. المهم خاوتي وخياتي ندخلوا في المهم، ركزوا معايا مليح مليح. راح نمد لكم هذه الوصفه الطبيعيه البنات، هذه وصفه تاعي اسهل وصفه عندي، لانه عندي اربع وصفات للصدافيه، كل وصفه يعني بالمكونات تاعها على حسب درجه تاع الصدافيه اللي عندهم. الصدافيه راهي انواع. نمد لكم هذه الوصفه اسهل وصفه تقدروا ديروها في الدار، يعني هذه اي وحده من اي ولايه. كاين بزاف اخوات يعني من الصحراء وكامل يتصلوا بيا، ما نقدرش نبعث لهم يعني المرهم تاعي على خاطر بعيد وما كاش كيفاش نبعث لهم البنات. المهم بسم الله، عندي لهنا الفازلين، المكون اللي نخدموا به هذا المرهم اللي هو الفازلين. الفازلين البنات حوسوا على الفازلين الطبيعي، تلقاوه عند لافارماسي ولا عند العشاب، واذا ما لقيتوش طبيعي معليش، بصح الفازلين الطبيعي راه هايل، فهمتوا؟ يعني ما فيه حتى مواد واحد اخرى، من الاحسن فازلين طبيعي. عندي لهنايا شمع النحل البنات، شمع النحل ثاني تلقاوه عند العشاب ولا اللي عندها الشهده تذوبها في حمام مريم. هذه الشهده تاع النحل ذوبوها داروها في ليمون هكذايا، شوفوا شحال شابك شغل صابون. هذا شمع النحل طبيعي تلقاوه عند العشاب. المكون الاساسي اللي هو الكبريت، الكبريت معروف انه بكري كانوا يعالجوا بها بعض الامراض الجلديه البنات، وكاين حتى انه يعالج داخليا وخارجيا، كاين اللي ياكلها يعني هذه كبريت طبيعيه البنات تاع النباتات، ماشي مضره للصحه ولا بالعكس، هذه راهي تنتكل لكن للدواء للعلاج فقط. يديروها مع كرموس اليابس وزيت الزيتون، ياكلوها لبعض الامراض الجلديه اللي مثلا كيما الجرب وكامل، يعني كاين بعض الامراض لازم الواحد يعالجهم داخليا وخارجيا هكذا البنات. المهم حنا خلينا في المرهم الطبيعي الخارجي هنايا، وعندي زيت الزيتون الحره. لان البنات كاين بعض الامراض خياتي العزاز يتعالجوا ايضا، انا تاني عندي وصفه من هذا الاخر، هذا ماء الزيتون يعني المرجين يسموه المرج، فهمتوا البنات؟ يعني على بالي كاين اللي يعرفوه، هذا تاني يعالجوا به بعض الامراض الجلديه، يعني ديروا في القطن وما ديك ديروا كمادات يعني في الحاجه اللي حبيتو تعالجوا بها، يعني بعض الامراض الجلديه المستعصيه. المهم حبيباتي عندنا لهنايا حمام مائي،
عندنا هنا حمام مائي، دائما حسوا حاجه نقيه البنات ديروا بها المرهم تاعكم باش الجراثيم تتفاداو اي حاجه. نقطعوا كميه تاع الشمع النحل كما راكو تشوفوا، نديروا لهنايا نذوبوا هاد شمع النحل، لازم نذوبوه مليح مليح حتى وين يذوب، يدي شويه وقت باش يذوب البنات كما راكو تشوفوا. على بالي بلي راح تقولوا الفيديو جا طويل والشرح كامل، بصح انا ماذا بيا نوصل لكم المعلومه. وتاني خياتي العزاز انه كاين ايضا ماء مقطر تاع الزعتر كامل يتشرب داخليا يعني باش تشربوه باه تعالجوا داخليا يعني وخارجيا، راح يعالج بزاف بزاف يعني الصدفيه ان شاء الله. عن قريب راح تكمل القطاره تاعي وراح ندير لكم هذا الماء المقطر اللي حبت يعني تطلب. وايضا اللي ما قدرش يعني تخدم يعني هذا المرهم تاع الصدفيه تتواصل معايا، يعني انا راني دايرته يعني مرهم وبمبلغ يعني بسيط يعني على حساب المكونات اللي نشري فيهم، لانه كل حاجه راني نشريها كما راكم تشوفوا البنات. المهم من نذوبوا مليح. وايضا اللي عندهم صدفيه تاع شعر البنات يعني ننصحكم انه كي تروحوا تدوشوا دائما ديروا الماء مملح، يعني ديروا الملح في الماء تاع التشلال تاعكم، وايضا مره على مره تشللوا بماء تاع الزعتر. الزعتر ذا ثاني تيكا مطهر للجلد البنات كما راكم تشوفوا خياتي. نذوب مليح هذا الشمع كما راكم تشوفوا، هذا يكفي البنات. راح نحي هذه شوفوا هذه بزاف عليا كما راكم تشوفوا. هنايا ايضا راح ندير الفازلين، راح نذوب ثاني الفازلين. الفازلين البنات اللي عندها صدفيه تاع الجسم يعني في ظهرها في كرشها، ولا كي تكونوا راح تدوشوا البنات دائما قلت لكم ديروا تقشير للجسم تاعكم بالصابون والكاسه، يعني مره في 10 ايام ماشي دائما حتى تهردوا كامل الجلد تاعكم، مره في 10 ايام تقشير الصابون وبالكاسه مليح مليح. كي تكملوا شللوا بالماء فيه الملح قبل ما تنشفوا البنات، قبل ما تنشفوا يكون لازم المسامات مفتوحين، دهنوا بالفازلين دائما، دهنوا بالفازلين الجسم تاعكم، دهنوه مليح بالفازلين ولا زيت الزيتون فهمتوا، خاصة الفازلين يعني لازم مشعركم حتى رجليكم مليح تدهنوا. اما هذا المرهم البنات كي تبردوا ديروا المرهم على الاماكن اللي فيها صدفية، هذا مكان المرهم تحطوه على الصدفية فقط. اما الفازلين لازم تخليوا دائما الجسم تاعكم دهني على خاطر الصدفية تزيد تهيج وتخرج اكثر في الجسم الجاف يعني في البشرة الجافة، وحتى شعركم لازمش يقعد جاف، لازم دائما يكون يعني فروة الرأس تكون دهنية. هذا المرهم هذا يعني مليح للشعر وللجسم، يعني ماشي غير للجسم فقط، يعني حتى في فروة الرأس ديروا مرتين في الأسبوع ولا، وغسلوا شعركم مرة في الأسبوع، يعني ماشي دائما بالشامبو تغسلوا فيها على خاطر الصدفية راح تزيد أكثر. نذوب مليح هذا الفازلين مع هذاك الشمع. هنايا بعد ما ذاب هذاك الفازلين كما راكم تشوفوا، هنا نديروا كميه تاع زيت الزيتون، من الافضل زيت الزيتون الحر على البنات. كاين انواع وانواع تاع زيت الزيتون، هذيك تاع عرحه وكامل، حنا زيت الزيتون نخدموها في الدار، يعني زيت الزيتون تاع عرجل الفوائد تاعها يعني بزاف على الاخرى على تاع عرحه كما راكم تشوفوا. ندير كميه هذه تاع زيت وما فيها حتى ريحه، يعني حتى لو كندوشوا بها ما فيها حتى ريحه، حتى لو كنديروها في الجسم تاعكم تدهنوا بها ولا شعركم وتخرجوا ما فيهاش الريحه هذا الزيت الزيتون. بعد ما درنا هذه المكونات نديروا الكبريت ونبداو نحركوا حتى وين تتجانس مليح هذيك الكبريت مع هذوك المكونات. كما قلت لكم راني مديت لكم اسهل وصفه، يعني كاين عندي وصفات اخرين فيهم بعض الاعشاب الطبيعيه وفيها بعض يعني المواد اللي نجيبهم من اعالي الجبال، واللي حبت يعني تطلب يعني هذا المرهم ما كاينش مشكل البنات، يعني تواصلوا معي عبر صفحه الفيسبوك وصفات مطبخ الفراشه ولا يوميات الفراشه، نخلي لكم يعني الفيسبوك تاعي في صندوق الوصف كما راكم تشوفوا. هكذايا نحرك مليح. اما بالنسبه اللي رايحين يديروها للشعر البنات، للشعر على بالي بعد ما يتجمد تولي كشغل مرهم، تولي شده روحها فازلين يعاود يجمد روحو، اذا حكوها ما بين يديكم ديروها في فروه الراس فقط ماشي في الشعر، في فروه الراس ثم بالسيشوار، بالسيشوار هكا ديروا حراره خفيفه باش تذوب لكم في فروه الراس وتدخل لكم يعني في الجلد، هذا ما كان يعني غير بشويه سيشوار وتذوب لكم في شعركم، المهم في فروه الراس دائما اكد لكم.
كما راكو تشوفوا نحرك مليح هذيك الكبريت حتى وين تتجانس، وديروها في مكان الصدفيه، وان شاء الله النتيجه بعد شهر شهر ونص شهرين اللي عندهم هذيك الصدفيه المستعصيه. المهم دائما نقول لكم المداومه على خاطر كاين اللي بزاف يسيو اسبوع 10 ايام يحبسوا، يعني كاين صدفيه اللي عايشه مع الانسان 20 سنه ومن بعد كي يلقى دواء يقول لك سمانه شهر يكره، يعني صابر 20 سنه ومن بعد سمانه ولا يكره يقول لك اه خليني. لا لازم الانسان يداوم، كاين اللي يداوموا حتى عام باش يلقاو نتيجه. والصدفيه راهي مرض مزمن، يعني قادره تروح من عندكم عام عامين 5 سنين 10 سنين وما تتعاود ترجع، يصرى لكم حاله فقط تاع قلقه ولا زعاف ولا قنطه وترجع لكم. ان شاء الله ربي يشفيكم كامل كما راكم تشوفوا. بعد ما ديروا يعني تحركوا كل شيء مع بعض، عاودوا رجعوا هذيك يعني الفازلين في هذيك البلاره، من الاحسن تحوسوا بلاره زجاجيه، يعني الزجاج يعني يكون احسن من البلاره تاع البلاستيك كما راكم تشوفوا هكذايا، وتخلوها تبرد. وكي تبرد تماما يعني تدوا كميه كما راكم تشوفوا وديروا في يعني هكذا في المكان تاع الصدفيه، هذا مكان هذا هي. واللي حبي تدير في فروه الراس تقدروا حتى تذوبوا كميه في حمام مائي وتعاودوا ديروها، ثم ديروا يعني السيشوار على خاطر تعاود تجمد باش يمتصها الجسم تاعكم. اذا حبيباتي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش تدعموا الفيديو بجيم وخلوا لي تعليقات تاعكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.